قنوات المجد للأطفال، أمان لطفلك وراحة لبالك. السلام عليكم أصدقائنا الحلوين، معكم شمس بنت مهنة العدوية من سلطنة عمان. اليوم راح أصنع لكم قطة صغيرون، تعالوا معاي. يلا، طبعا نحتاج إلى ربات ومنشفة، طبعا منشفة نكسفها كذا ونبدأ التدوير كذا كذا وندور كذا كذا. وطبعا دورت من هذا الصوب ودور من الصوب الثاني، والحين استوى عندنا صوبين كذا، والصوب هذا نسوي بالربطة والصوب الثاني كذا، وكذا صارت عندنا هنا ربطة وهنا ربطة، ونكسفها كذا. اوكي كذا كذا ها، ونسوي هنا ربطة، ونسوي بعض التعديلات كذا مثلا. والحين نمسك امبيرتين او ربطتين، ونسوي مثل الاذن كذا، ونسوي ربطة تحت. وطبعا نعدله من ورا مثل نسوي له كذا عشان يبين النقط. وطبعا صار عندنا قطوط صغير. مع السلامة، كانت معكم شمس بنت مهنة العدوية من سلطنة عمان. علشان ما يفوتك جديد قنوات المجد للأطفال، لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالمقطع.